بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تلاميذنا السلام عليكم. إذا اليوم إن شاء الله نكون مع حل تمرين آخر في الاحتمالات بالنسبة للشعب العلمية وهو مأخوذ من بكالوريا 2020. تمرين اليوم مأخوذ من شعبة علوم تجريبية. الموضوع الأول تمرين ممتاز، فيه شجرة الاحتمالات، فيه السحب من صندوقين، فيه الاحتمالات الشرطية. إذا الآن ستظهر لكم صورة التمرين، أوقفوا الفيديو، حاولوا فيه بجدية وباهتمام، وبعدها أرواح شاهدوا معنا الحل للآخر. إذا الآن نبدأ مع قراءة نص التمرين والاحتمالات. هذه الوحدة بالتحديد تعتمد كثيرا على فهمنا نص التمرين، وتعتمد أيضا على قدرتنا في تنظيم المعلومات المعطاة، لأنه تكون كثير من التعبيرات لازم نعرفوا كيفاش ننظموها. إذا نحاول ننظموها حبة حبة. التمرين الثاني قلنا يحتوي صندوق، يحتوي وعاء U على 4 كريات حمراء و6 كريات سوداء. إذا دائما حاولوا ننظموا المعطيات نتاعنا، نحاولوا نعتمدوا على الرسم مع الأشكال الممكنة. إذا الوعاء هذا اسمه U، وش فيه؟ فيه 4 كريات حمراء و6 سوداء. إذا نبدأ بالسوداء مثلا، سوداء رمز تحاء آن 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 آن. إذا هنا أنا نقترح عليك حاجة، الكريات ليست مرقمة لأنه حكينا على الألوان فقط، ولكن أنت تقدر في المحاولات أنك ترقمها. في المحاولات فقط تقول آن واحد، آن اثنين، آن ثلاثة، آن أربعة، آن خمسة، آن ستة. لانه علاش نرقموهم؟ لانه الان يوليو عندنا 2 أوعية وفيهم كريات سوداء وكريات حمراء، ما لازمش كل مره نحسبوهم 1 2 3 4 5 6. كيعودوا مرقمين نحتاجوا الرقم نتاعهم، الرقم نتاعهم راه 6. اذا لهذا الامر فقط. زيد واش قال لك؟ قال لك عندك 4 كريات حمراء. اذا اللون الاحمر نرمز له عاده بار، ار 1 ار 2 ار 3 ار 4. ثم عندنا وعاء اخر اللي هو الوعاء في. هذا الوعاء في ماذا فيه؟ فيه أيضا كريات سوداء وحمراء، 3 سوداء. إذا نرقموهم من عندنا N1 N2 N3. الوعاء في أيضا فيه 3 كريات سوداء و5 كريات حمراء. الآن ركزوا قليلا، قالك نقوم نسحب عفوا كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس. معناتها هذه الكريات جميعا متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، معناتها حالة تساوي الاحتمال، معناتها القوانين اللي قريناها في الدروس تصلح في هذه الحال. إذا نسحب عشوائيا كريتين في آن واحد من أحد الوعاءين. إذا رايحين نسحب كريتين في آن واحد من أحد الوعاءين، ما على بالناش قادر نسحبه من الوعاء الأول ولا من الوعاء الثاني. هنا كاين تعبير مهم اللي لازم نركزوا عليه، قالنا نسحب كريتين في آن واحد. إذا قلنا دائما لما قلنا في آن واحد معناتها توفيقات. إذا التمرين هذا كامل راح يتحل بالتوفيقات. إذا نسحب كريتين في آن واحد من أحد الوعاءين بالكيفية التالية: نقوم بسحب بطاقة واحدة عشوائيا من كيس يحتوي على 6 بطاقات متماثلة ومرقمة من 1 إلى 6. إذا الآن كاين كيس آخر فيه 6 بطاقات، هذه البطاقات متماثلة أيضا حالة تساوي الاحتمال. إذا هذه 6 بطاقات قالنا مرقمة من 1 إلى 6. إذا 1 2 3 4 5 6. إذا التجربة كيفاش تتم؟ قال لك نسحبوا بطاقة من هذا الكيس، ثم إذا تحصلنا على أحد الرقمين 3 و5 نسحب الكريتين من الوعاء، وفي باقي الحالات نسحب الكريتين من الوعاء في. إذا اتضحت الفكرة. إذا الكيس فيه 6 بطاقات مرقمة، نخيروا حنا منه أولا بطاقة، وش قادر يخرج لنا؟ قادر يخرج لنا واحد من أي هذه الأرقام 6. إذا خرج لنا الرقم 3 نسحب من الوعاء، إذا خرج لنا الرقم 5 نسحب من الوعاء. باقي الأرقام اللي هي 1 2 4 و6 في كل هذه الحالات نسحب من الوعاء V. إذا واش راح نديرو؟ عندنا كيس فيه 6 كريات، في 6 بطاقات نخيرو بطاقة. إذا خرجنا 3 نروحو نسحبو كريتين من هذا الوعاء، إذا خرجتنا مثلا 2 نروحو نسحبو كريتين بصح من هذا الوعاء. إذا الآن إذا نظمنا المعطيات بهذه الطريقة وفهمنا التجربة مليح كيف ستتم، الآن لما
يبدأ الأسئلة عن الاحتمالات بإذن الله ستكون سهلة للغاية. إذن الآن سيعتبر الحدثين أو الحادثتين الحادثة A. حد الآن رانا في تنظيم المعطيات، وراكم تلاحظوا بلي الاحتمالات راه العمل كامل في تنظيم المعطيات. إذن الحادثة A هي الحصول على أحد الرقمين ماذا؟ ثلاثة أو خمسة. والحادثة آم هي ماذا؟ الحصول، إذن الحادثة آم الحصول على كريتين من نفس اللون. إذن نركز قليلا، الآن رانا نظمنا المعطيات، سنبدأ في الأسئلة. السؤال الأول، تحقق أن احتمال بي آبار، احتمال الحادثة العكسية للحادثة A، قالنا هو احتمال السحب من الوعاء V هو 2/3. إذن يريد منا أن نتحقق أن PA بار يساوي 2/3. إذن الآن نبدأ نحسب في احتمال هذه الحادثة P لA بار. P لA بار احتمال أي حادثة، القانون دائما هو عدد إمكانيات الحادثة على عدد إمكانيات التجربة، أو عدد عناصر الحادثة اللي هي أبار على عدد عناصر أوميغا. وفي بعض الأساتذة وبعض المراجع يقول لك كاردينال أبار على كاردينال أوميغا، والكاردينال ماذا يعني؟ يعني عدد العناصر فقط باللغة العربية. إذن الآن ركزوا مليح، الآ هي ماذا؟ الحادثة آ هي الحصول على أحد الرقمين 3 و5، يعني تتعلق بهذه التجربة تاع سحب بطاقة من الكيس. إذن كي تعود الآ هي الحصول على الرقمين 3 أو 5، ما هي الحادثة أبار؟ هي العكس نتاعها. ما هو العكس نتاعها؟ هو عدم الحصول على 3 و5. إذن لما لا نحصل على 3 و5، كيما يخرج لناش 3 و5، واش راح يخرج لنا؟ يخرج لنا إما 1، إما 2، إما 4، إما 6. إذن الحادثة أبار هي عدم الحصول على الرقمين 3 و5، معناتها الحصول على رقم من الأرقام الأخرى. إذن عدد عناصر أوميغا، عدد حالات الأوميغا، قداش كاينة هذه التجربة هذه؟ شحال كاينة فيها إمكانية؟ فيها 6 إمكانيات. إذن 6 إمكانيات، ما هي الإمكانيات اللي تحقق الحادثة A؟ الحادثة A تتحقق في حالتين فقط إذا حصلنا على 3 و5. ما هي الإمكانيات اللي تحقق الآبار؟ الحالات الأخرى شحال كاين؟ كاين 4، 1، 2، 3، 4. إذن عدد عناصر آبار هو 4، إذن احتمالها هو 4/6، ولكن هو قال لنا تحقق أن النتيجة تساوي 2/3. بطبيعة الحال نختزل فقط 4/6، الاختزال تاعها هو 2/3، معناتها نقسم نحيو 2 من البسط مع 2 من المقام تخرج لنا 2/3. إذن هنا سؤال بسيط جدا، ولكن نحتاجه من بعد في شجرات الاحتمال. الآن ركز، قالك علما أن الكريتين مسحوبتين من الوعاء، بين أن احتمال أن تكونا من نفس اللون هو 7/15. إذن سؤال 2 هذا احتمال شرطي، ركز جيدا. إذن علما أن الكريتين المسحوبتين من الوعاء ماذا؟ ما هو احتمال أن تكون ماذا؟ الكريتين من نفس اللون. إذن الآن ركزوا قليلا، قلنا دائما عندنا مصطلحات في الاحتمالات هي اللي ينبني عليها الحل. إذن علما معناتها دائما هذا المصطلح معناتها احتمال شرطي. الاحتمال الشرطي قلنا هو تحقق حادثة علما أن حادثة أخرى محققة.
هذا هو التعريف تاعو كي شفناه في الدرس. الآن ركز معانا مليح، ما هي الحادثة التي سنحسب احتمالها وما هي الحادثة التي ستكون محققة؟ إذن علما أن الكريتين مسحوبتين من نفس الوعاء، معناه هذه هي الحادثة الأولى التي نفرض باللي راها محققة، لأن الاحتمال الشرطي قلنا كي نقولوا بي بعلما أن A محققة، هذه الحادثة نفرض أنها محققة وهذه الحادثة نحسب احتمالها. الآن الحادثة اللي فرض أنها محققة هي دائما اللي تجي بعد علما. إن ما هي الحادثة اللي فرض بلي راها محققة؟ الكريتين المسحوبتين من الوعاء. الآن قارن دائما هذه الحادثة مع هذه الحوادث، وينها الحادثة للكريتين يكونوا مسحوبتين من الوعاء؟ هي الحادثة A. لماذا؟ لأن الحادثة A هي الحصول على أحد الرقمين 3 و 5. الآن لما نحصل على أحد الرقمين 3 و 5 منين راح نسحبه؟ من الوعاء. إذن هذه الحادثة اللي عبر عليها لغويا هي فقط الحادثة A. إذا ركز مليح، قال لك الكريتين المسحوبتين من نفس الوعاء هي نفسها، متى نسحب الكريتين من الوعاء؟ كعد عدنا الرقمين 3 و 5، إذا الحادثة هذه نفسها. الآن احتمال أن تكون الكريتين من نفس اللون، واضح جدا أنها الحادثة ماذا؟ آم، لأن هذا هو التعريف تاع الحادثة. إذا الآن وش حابنا نحسبه؟ قلنا احتمال شرطي، إذا حابنا نحسبه احتمال الحادثة آم علما أن آم محققة، لأنه قالنا علما أن آم محققة أحسب احتمال حادثة آم. إذا هذا هو التعريف تاع الاحتمال الشرطي. الآن هل رايحين نطبقوا القانون تاع الاحتمال الشرطي باش نحسبوا هذا الاحتمال؟ لا، ولكن علاش عطيتك هذه الفكرة؟ لأنه من بعد رايحين نحتاجوها في شجرة الاحتمالات. إذا ما هو الاحتمال هذا؟ ركز معنا، نعود نقرأ السؤال. قال لك علما أن الكريتين المسحوبتين من نفس الوعاء، إذا الآن أنسالي الوعاء في، الفي الوعاء في ما كانش، لأنه قال لك علما أن الكريتين مسحوبتين من الوعاء. إذا تخيل فقط أنه كاين هذا الوعاء، ما هو احتمال أن تكون الكريتين من نفس اللون؟ الآن نطبق القانون عادي جدا تاع حساب الاحتمالات الحوادث. إذا رايحين نحسبوا احتمال سحب كريتين من نفس اللون بصح من هذا الوعاء فقط. هذا الوعاء قلنا احتمال أي حادثة هو عدد عناصر الحادثة على عدد عناصر التجربة، أو عدد إمكانيات الحادثة على عدد إمكانيات التجربة. إذا التجربة الآن وش رايحين نديرو؟ التجربة الآن عندنا وعاء فيه 10 كريات، راح نسحبوا منه كريتين في آن واحد. إذا ما هو عدد الحالات الممكنة لهذه التجربة؟ الوعاء وشحال فيه كرية؟ فيه 10 كريات، وشحال راح نسحبوا منهم؟ كريتين. علاش درنا توفيقات؟ لأنه قالنا في آن واحد وكتبنا هذه الملاحظة. الآن الحادثة نتاعنا هي كريتين من نفس اللون، كريتين من نفس اللون، وإحنا عدنا اللون الأحمر وعدنا اللون الأسود. إذا قادر يكون زوج كرات حمراء، ويقد أو يقدر يكون زوج كرات سوداء. إذا هذو هما الحالات الممكنة، يقدر يكون زوج حمر أو زوج سود. الآن أو قلنا دائما في التمارين السابقة وفي درس العد معناتها زائد. إذا ركز لي مع كريتين حمراوين. الآن شحال كاينه كرية حمراء؟ كاينه 4. وشحال رايحين نسحبوا منهم؟ رايحين نسحبوا منهم 2، لأنه قلنا كريتين حمراوين أو معناتها زائد. نروحوا للسوداء، كريتين سوداوين، شحال كاينه كرية سوداء؟ كاينه 6 كريات. وشحال رايحين نسحبوا منهم؟ 2. إذا هذا هو فقط الاحتمال اللي راه مطلوب منا أن نحسبه. إذا الآن كيفاش رايحين نحسبوه؟ باستعمال الآلة الحاسبة فقط، أو رانا مدينا القوانين تاع التوفيقات. إذا باستعمال الآلة الحاسبة الكازيو تمد النتيجة مباشرة وهي مقبولة، وبإمكانك أيضا أنك تحسبهم بالقوانين. إذا الآن ركز معنا قليلا، سي 12 بالآلة الحاسبة ستنتج 90، سي 2.4 بالآلة الحاسبة أيضا ستنتج 12، سي 2.6 ستنتج 30. الآن 42 على
90. ونقدروا نختزلوا بطبيعة الحال، لأنه لاحظوا باللي هنا تقبل القسمة على 6 وتقبل القسمة على 6، إذا بالاختزال أيضا تقدر تمد 7 على 15. إذا 42 على 90 أو 7 على 15 هما في زوج نفس الإجابة. إذا حاول دائما الاحتمالات تعتمد على الذكاء وتعتمد على أنه نفهم التمرين يعني بالرزانة وبشوية. الآن انقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها واستنتج احتمال الحادثة أم. إذا الآن ننقل شجرة، شفونا فقط على هذه الإجابات اللي لقيناهم لأنه رايحين نحتاجوهم بطبيعة الحال. الآن شجرة الاحتمالات والإكمال تاعها نحاول نفهموها أولا. إذا شجرة الاحتمال، إذا دائما لاحظوا باللي كاين تشابك وكاين تداخل بين ثلاثة مفاهيم. أولا الاحتمالات الشرطية، السحب من صندوقين، وشجرة الاحتمالات. هذه مفاهيم مرتبطة مع بعضها البعض، ما نقدروش نفصلوها، يعني ما نقدروش نلقاو تمرين في الاحتمالات الشرطية دون ما يكون سحب من صندوقين، دون ما نستعملوا شجرة الاحتمالات، يعني مفاهيم مع بعضها البعض. إذا نشوف شجرة الآن كيفاش راها مشكلها لنا. أولا لازم نفهموها جيدا، لازم نفهموها علاش راه خادمها بهذه الطريقة. كاتب الأ وكاتب الأ بار، قبل ما نكملوها لازم نفهموا كيف تتشكل هذه الشجرة، لأنه يستحيل أن نكملوها وإحنا ما ناش فاهمين كيفاش رسمها، إلا إذا كنا حافظين معناتها نقدروا نحلوا حالة، وحالة ما نقدروش نحلوها. إذا الآن عاود فهم لي التجربة، أنت رايح تسحب راح تسحب بطاقة من هذه البطاقات الستة، وش قادر ينتج لك؟ قادر تحصل على الرقمين 3 و5. في هذه الحالة تقول تحققت الحادثة أ. قادر ما يخرج لكش أحد الرقمين 3 و5، معناتها يخرج لك رقم آخر، هنا تقول لم تتحقق الحادثة أ، وبالتالي تحققت الحادثة أ بار. هنا واش رايحين نحطو؟ رايحين نحطو الاحتمال تاع هذه الحادثة والاحتمال تاع هذه الحادثة. الآن ما هو احتمال هذه الحادثة؟ احتمال هذه الحادثة هو اللي حسبناه ولقيناه ماذا يساوي؟ لقيناه يساوي 2 على 3. حسبنا احتمال حادثة أبار 2 على 3 اللي هي 4 على 6. الآن ما هو احتمال الحادثة؟ الاحتمال حادثة أ تقدر تلقاه بطريقتين، تقدر تستنتجه وتقدر ماذا؟ تقدر تحسبه كما حسبت الآبار. كيفاش نستنتجه؟ لازم نديرو في بالنا بلي دائما كيكونوا عندنا فرعين خارجين من نفس النقطة، لازم المجموع تاع الاحتمالات نتاعهم يكون واحد دائما في شجرة الاحتمالات. واش معناتها واحد؟ معناتها 3 على 3. إذا كان هذا 2 على 3، هذا واش لازم يكون؟ لازم يكون 1 على 3. زيد تقدر تحسبه بطريقة أخرى، تقدر تقول نحسب احتمال الحادثة. الحادثة أو شحال عندها عنصر، شحال عندها إمكانية؟ عندها إمكانيتين فقط. التجربة ككل شحال عندها إمكانية؟ 6. إذا 2 على 6 هي نفسها 1 على 3. إذا الآن رانا بدينا نكملوا في شجرة الاحتمال. من بعد باش نفهموا كيف تشكل الشجرة، أنت لما مثلا تحققت الحادثة أ، يعني معناتها حصلت على أحد الرقمين 3 أو 5، معناتها راح تسحب من الوعاء إي. كي تروح تسحب من الوعاء إي، يقدروا يكونوا الكريتين من نفس اللون ويقدروا يكونوا ما همش من نفس اللون. إذا هنا عندك حالتين، تقدر تتحقق الحادثة أم إذا كانوا من نفس اللون، وتقدر تتحقق الحادثة أم بار إذا كانوا ليس من نفس اللون. ثم إذا تحققت المرة الأولى، إذا كانت اللي تحققت هي الآبار، معناتها لم نحصل على 3 و5، معناتها تحصلنا على أحد الأرقام الأخرى، معناتها سنسحب من الوعاء في. لما نروحوا نسحبوا من الوعاء في نهزوا كريتين في آن واحد، هنا وشحال كاين إمكانية؟ كاين إمكانيتين، تقدر تكون آم وتقدر تكون الآم بار، يعني يقدر يكونوا من نفس اللون ويقدر يكونوا ما همش من نفس اللون. إذا بهذه الطريقة يستحيل أنه ما نقدروش نكملوها. الآن كيفاش رايحين نكملوها؟ لازم نفهموا قليلا واش رانا قاعدين نديرو. إذا واش خصنا دوك الاحتمالات اللي راح نديروهم؟ الاحتمالات اللي راح نديروهم هو هذا الاحتمال، هذا الاحتمال، هذا الاحتمال، هذا الاحتمال. الآن لو كان، وما تنساش بلي رانا حاسبين احتمال، حاسبين احتمال تحقق الحادثة أم علما أن الحادثة أ محققة. إذا هذا هو الاحتمال اللي حسبناه، حسبنا احتمال أن تتحقق
إذا نتحقق قليلا فقط، حسبنا نعم احتمال تحقق الحادثة آم علما أن آم محققة. هذا وش يمثل في الشجرة؟ يمثل هذا الاحتمال. لماذا؟ علاش؟ لأنه هذا الاحتمال كيفاش نقراوه؟ هو احتمال تحقق الحادثة آم ولكن علما أن آم محققة. لأنه الآم باش تتحقق تقدر تتحقق في حالتين، تقدر تتحقق إذا تحققت الأ وتقدر تتحقق إذا تحققت الأبار. إذا هنا وش هو؟ هذا هو نفسه احتمال تحقق الحادثة آم علما أن آ محققة. إذا هذا الاحتمال أيضا هو ماذا؟ هو احتمال تحقق آم بار علما أن آ محققة. ديما احتمال تحقق ثانية علما أن الأولى محققة. كما هذا مثلا هو احتمال تحقق الحادثة آم علما أن آ بار محققة. هذا هو ماذا؟ هذا هو احتمال تحقق الآم بار علما أن آ بار محققة. إذا تحقق آم بار علما أن آ بار محقق. إذا ما تنساش باللي هذا الاحتمال رانا حاسبينه. وشحال لقينا النتيجة نتاعو؟ لقينا النتيجة نتاعو تساوي 7/15. الآن هذا الاحتمال هل نحسبوه بالقوانين كما حسبنا هذا الاحتمال؟ لا، اللي يحسبوا بالقوانين كما حسب الاحتمال الأول ضيع وقته فقط. علاش؟ قلنا دائما كي نعودوا عندنا فرعين خارجين من نفس النقطة لازم المجموع نتاعهم يكون يساوي 1. وش معناتها؟ كي تعود هذه 7/15 هذه وشحال تولي؟ وشحال نحطوها باش تكون النتيجة 15/15؟ تقدر تروح تدير فقط في المحاولات تدير 1 ناقص 7/15، توحد المقامات تلقى 15/15 ناقص 7/15. 15 ناقص 7 هي 8/15. واضح بلي كي تكون هذه 7 لازم هذه تكون 8/15 باش المجموع نتاعهم يكون 15/15. إذا الآن نواصلوا مع إكمال شجرة الاحتمالات. هنا لاحظوا بلي من بين المعطيات عطانا 13/28. إذا هذه معطيات، إحنا فقط نكملوا الاحتمال هذه الحادثة. الآن الاحتمال هذه الحادثة هو ماذا؟ قلنا دائما كي يكونوا خارجين من نفس النقطة المجموع نتاعهم لازم يكون 1. إذا عندك 13/28، وش حد تزيد لها باش تولي 28/28؟ واضح بلي لازم تزيد لها 15. أو تقدر قلت لك المجموع نتاعهم لازم يكون يساوي 1، معناتها 1 ناقص 13/28 تلقى الاحتمال الآخر. الاحتمال الآخر وش هو؟ 15/28. إذا لازم دائما كيفاش تبحث على هذا الاحتمال لازم تقول كيفاش نكملها بحيث تولي 28/28. 28/28 13 وشحال يخصها بحيث تولي 28؟ يخصها 15. إذا 15/28. إذا أكملنا ماذا؟ شجرة الاحتمالات. الآن بالاعتماد على هذه الشجرة قالك استنتج احتمال. إذا استنتاج احتمال الحادثة آم. إذا ما هو احتمال الحادثة آم؟ وهذا الاحتمال يستحيل أن نحسبه دون الاعتماد على شجرة الاحتمالات. علاش؟ الآن لأن الحادثة آم كنقول لك أحسبها لي وتعود ما عندكش أحسب لإحتمالها، صح ما عندك شجرة الاحتمالات. الحادثة آم ما هي؟ الحصول على كريتين من نفس اللون. طيب تبدأ تحسب الاحتمال، أول إشكال راح تواجهه كريتين من نفس اللون، هل من الوعاء الأول أو لا من الوعاء الثاني؟ إذن ما نقدروش نحسبها دون الاعتماد على شجرة الاحتمالات. الآن شوف شجرة الاحتمالات لازم تشوف أنت وش قالك. قالك احسب لي احتمال حادثة آم، تروح أنت ترجع لشجرة احتمال الحادثة آم. متى تتحقق حادثة آم؟ تتحقق في هذه الحالة وتتحقق في هذه الحالة. في الحالات الأخرى راها تحققت الحادثة آم بار. إذا نركز قليلا، إذا رانا لاحظوا بلي كما شفنا في الدرس تاع الاحتمالات الشرطية وشجرة الاحتمالات، لاحظوا بلي تتحقق في هذا المسار في هذه الطريق وتتحقق أيضا في هذا المسار. إذا عندها مسارين باش تتحقق، تقدر تتحقق في هذا المسار كيكون السحب من الوعاء إي، وتقدر تتحقق كيكون السحب من الوعاء في، لأنه كريتين من نفس اللون يقدر يكونوا من هذه ويقدر يكونوا من هذه. الآن وش قلنا؟
قلنا دائما كيعود عندنا طريقين مختلفين في الشجرة، يعني عندنا مسار ومسار آخر، معناتها عندنا جمع، عندنا زائد. علاش؟ لأنه مسارين مختلفين تقول هذه الطريق أو هذه الطريق. إذن ماذا؟ إذن زائد، لأنه قلنا الأو دائما في الاحتمالات معناتها زائد، والوا معناتها ضرب. الآن نروح نحسبوا احتمال المسار الأول زائد احتمال المسار الثاني. احتمال المسار الثاني وش هو؟ قلنا كيعود عندنا مسار واحد دائما الضرب، الجداء. علاش الجداء؟ لأنه راك تقول لي تحققت الحادثة أ وتحققت الحادثة أم. إذا الوا وش معناتها؟ جداء. إذا دائما مسارين مختلفين الجمع، نفس المسار الجداء. وش تضرب؟ تضرب الاحتمالات، تضرب الاحتمال تاع هذه في الاحتمال تاع هذه. إذا تضرب 1/3 × 7/15. تروح للاحتمال الآخر هو في المسار هذه، إذا تضرب 2/3 × ماذا؟ في 13/28. علاش خليت هذا الفراغ؟ باش نطبق القانون اللي قلنا في الدرس وسماه دستور الاحتمالات الكلية. دستور الاحتمالات الكلية حتى وتكون ما تعرفوش، هذه الطريقة اللي رانا نخدم بها هي دستور الاحتمالات الكلية، ليس دستور ثنائي الحد. دستور ثنائي الحد فكرة أخرى، دستور الاحتمالات الكلية هذه تاع طريقين مختلفين جمع، نفس الطريق ضرب. الآن لو كان ما تعرفوش تخدم بالطريقة الحسابية وتحسب وتحط نتيجة صحيحة ستكون محسوبة، ولكن من الأفضل أنك تتعلم القانون كيفاش نشكلوه. إذن هنا واش راك درت؟ راك درت ضربت 1/3 اللي هو ماذا؟ احتمال الحادثة أ، في 7/15 اللي هو احتمال الحادثة أم، علما أن أ محققة. ومن بعد درت زائد، رحت ضربت احتمال الحادثة أبا في 13/28 اللي هو احتمال الحادثة أم، علما أن إذن احتمال الحادثة أم، علما أن أبا محققة. إذن هذا هو دستور احتمالات الكلية. كتعود راح تحسب احتمال حادثة معينة بالاعتماد على دستور احتمالات الكلية. إذا حاب تفهموا نظريا وش يقول، يقول احتمال الحادثة أم شرط أن الحادثة أ محققة في احتمال الحادثة، أو احتمال الحادثة أم شرط أن أ بار محققة في احتمال الأ بار. وراني قلت لك تقدر فقط تطبق عدديا ويكون محسوب عادي جدا. الآن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة التي سنجدها من كل هذه العمليات بعد ضرب وتوحيد المقامات بالآلة الحاسبة فقط؟ راح تجد 293/630. وفي الاحتمالات لا نحسب بالفواصل، إذا نترك الكسور، نقدر نختزله نقدر نختزلوش، ولكن لازم تكون كسور. متى نعطي النتائج بالفواصل؟ ما عدا في سؤال واحد اللي هو في الأمل الرياضياتي تاع المتغير العشوائي. في ذلك السؤال نقدر ثم نقدر نحسبه بالفاصلة ونقدر نخليه كسر. الآن نظن بقانا سؤال فقط في هذا التمرين ونكونوا كملناه. إذن هذا التمرين وش يقول؟ السؤال هذا وش يقول؟ قال لك أحسب. الآن هذا يحتاج نوعا ما تركيز، نذكر النتائج فقط اللي تحصلنا عليها. إذن وش قال لنا؟ شجرة الاحتمالات نسحقها، ولكن واش راح نديرو؟ الان قال لك احسب احتمال شوف احسب هذا الاحتمال، احتمال الحادثة ا علما ان ام بار محقق. اذا نركز قليل، هو احتمال شرطي. قال لك احسب احتمال الحادثة ا علما ان ام بار محقق. كي نقراوه لغويا، احتمال السحب من الوعاء اي علما ان الكريتين مختلفتا اللون. إذن احتمال سحب الكريتين من الوعاء، لأنه هذه تعني الوعاء، علما لأنه احتمال شرطي أم بار. الأم هي كريتين من نفس اللون، معناتها الأم بار هي كريتين مختلفتين اللون. الآن احتمال شرطي، سنطبق قانون الاحتمال الشرطي. الاحتمال الشرطي يقول ماذا؟ يقول احتمال تقاطع، كما قريناه في الدرس قلنا الاحتمال تاعه هو احتمال التقاطع تاع الحادثتين، الحادثتين هما أ وأم بار، على احتمال الحادثة التي اشترطنا أنها محققة. إذن الآن وش لازمتنا نديره؟ لازمتنا نحسب هذا الاحتمال ونحسب هذا الاحتمال. بخصوص احتمال الحادثة أمبار، كيف نحسبه؟ لا تنسى أنه هذا وين بعد حسبنا احتمال حادثة أم. دائما كتعود عندنا احتمال حادثة ونحتاج احتمال الحادثة العكسية، نطبق القانون. القانون يقول بي لأمبار زائد بي لأم
يساوي واحد دائما. جمع احتمال حادثة مع احتمال حادثة العكسية يمد واحد كما شفنا في الدرس. إذن لو كانت تحب تحسب بي ام بار تدي برك بي ام من هنا. إذن بي ام بار وشي واللي يساوي واحد ناقص بي ام. إذن ماذا يساوي؟ يساوي واحد ناقص هذا الاحتمال وهو 293 على 630، وما نحسبوش بالفواصل، معناتها لازمتنا نوحدوا المقامات ثم نحسب. إذن الواحد واش نعتبره؟ نعتبره المقام على المقام، 630 على 630. واش نقصوا منها؟ نقصوا منها 293 على 630. بالآلة حاسبة ما هي النتيجة التي ستنتج؟ إذا البي ام بار ستنتج 337 على 630. الآن تبقى لنا احتمال اللي لازم نركزوا فيه، اللي هو احتمال ال A، احتمال تقاطع ال A مع الام بار. هنا يجب الرجوع إلى شجرة الاحتمالات. إذا كان من الأفضل أن نمسح هذا الطرف الثاني، ولكن فقط نركز شجرة الاحتمالات التي شكلناها. قلنا كاين الـ A ثم كاين الـ A بار. هنا قلنا الاحتمال هو 2 على 6، وهنا هو 4 على 6، أو 1 على 3 و 2 على 3 هما نفسهم. إذا ثم قلنا كاين احتمال الأم وكاين احتمال الأم بار، وكاين احتمال الأم وكاين احتمال الأم بار. الآن احتمال الأم هو 7 على 15، واحتمال الأم بار هو 8 على 15. احتمال الام هنا هو 13 على 28، وهنا الاحتمال هو 15 على 28. اذا ركز قليلا، انت تريد ان تحسب احتمال ماذا؟ احتمال تحقق الحادثة ام بار وتحقق الحادثة ا في نفس الوقت. اذا ما تنساش برك بلي 2 على 6 بعد الاختزال هي نفسها 1 على 3، وهنا نفسها 2 على 3. اذا احتمال الحادثة ا و تقاطع احتمال الام بار. اذا ترجع لشجره الاحتمالات، الام بار متى تتحقق؟ تتحقق هنا او تتحقق هنا. ولكن لو كان تركز ما هو الفرق بينهما في هذا المسار، ما هو الذي تحقق؟ تحققت الحادثه ا والحادثه ام بار. بصح هنا تحققت الحادثة أ بار وتحققت الحادثة أم بار. نحن نريد تحقق الحادثة أ وتحقق الحادثة أم بار، يعني نعتمد على هذا المسار. نعتمد على هذا المسار، قلنا كيعود عندنا مسار واحد معناتها دائما الضرب، لأنه تقاطع، لأنه هو إذا تضرب واحد على ثلاثة تضربها في هذا الاحتمال اللي هو 8 على 15. ماذا ستجد؟ 1 في 8 هو 8، 3 في 15 هي 45. الآن نرجع فقط نعوض الاحتمال تاع التقاطع، لقيناه 8 على 45، والاحتمال الحادثة أم بار لقيناه 337 على 630. قسمة كسرين تعني الأول اللي هو 8 على 45 في مقلوب الثاني، إذا يصبح 630 على 337. ما هي النتيجة بالآلة حاسبة سنحصل على؟ إذا ما هي النتيجة؟ سنحصل على 212، يعني هذه النتيجة فقط بعد الاختزال والحساب بالآلة حاسبة، 212 على 337. إذن هذا هو الاحتمال الأخير في هذا التمرين. أتمنى أنكم استفدتم منه. الاحتمال تاع السحب من صندوقين وشجرة الاحتمالات والاحتمالات الشرطية هي مفهوم ماهوش صعيب بزاف، ولكن يحتاج تعود. إذن احنا راح نكثر تمارين، مازلنا نحلو تمارين تاع بكالوريا 2020 في هذا الموضوع، ومازلنا نحلو نماذج أخرى، وبإذن الله يصبح سهل للغاية. إذن ما تنساوش دعمونا هذه القناة، ما تنساوش شاركونا هذا المحتوى. أي ملاحظات في التعليقات، ونتلقاو في فيديوهات أخرين، وبالتوفيق والسلام عليكم.